أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعينا الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. المهم أصدقائي، اليوم تم تنزيل صور لسيلة تورك أوغلو وهي رفقة ألب نفروز، وهذه الصور ليست حديثة النشر، هي قديمة من أيام بودروم وحديثة النشر ولعيهم، إذ كان التاريخ المزيف متداولا لأن الصور قديمة من بداية شهر يوليو ومخصصة للإعلام، ومن تم نشر أصلا هذه الصور فهي صديقة ألب نفروز، وهي يعني صاحبة المطعم وتمتلك العديد من الفنادق والمقاهي، وواضح تماما أن هذه الصورة تسويق فقط. كما قلت الصورة قديمة لأن سيرة تورك أوغلو التقطت صور من قبل وبنفس يعني الملابس وفي نفس المكان، وكما قلت أظن أن هذا التسويق مزيف وكل شيء سينتهي قريبا. وهناك من انتقد سيلة تورك أوغلو وقالوا أنه عيب عليها أن تروج بالعلاقات المحرمة واللبس الفاضح وأن تتاجر بالجسد والعديد من الكلام. أريد أصدقائي أن أقول فقط لكم أن في تركيا الأمر عادي جدا أن يروج جميع الممثلين بنفس طريقة سيلة تورك أوغلو، وليست سيلة تورك أوغلو الوحيدة التي تروج بهذه الطريقة. وكما قلت لكم في تركيا الأمر عادي جدا، وفي عصر العلاقات العامة وصنع الصورة يحاولون المشاهير صنع صورة عنهم غير حقيقية للترويج. كما أيضا أصدقائي بعض الفانز أكدوا على أن علاقة سيلة تورك أوغلو بألب نفروز ليست علاقة ترويج بل هي علاقة حب، وقالوا أن الدليل على حبهم هو وضع سيلة تورك أوغلو ذراعها تحت ساق ألب نفروز. المهم أصدقائي، سواء كانت علاقة ترويج أما علاقة حب فكل شيء سيظهر قريبا. كما أيضا أصدقائي، خليل إبراهيم جيهان حصل على المرتبة الثالثة في استطلاع الرجل الأكثر وسامة في العالم لعام 2023 الذي نظمته مجلة نوبيا، وبعد حصوله على المرتبة الثالثة العديد انتقدوه وقالوا له كيف يعقل لهذا الأربعيني أن يحصل على المركز الثالث. أريد أن أقول لكم أن السن عمره ما كان عيب، هذه تفاهة. وثاني شيء، هو ليس كبير كما يقول البعض، والدليل على ذلك هو أنه في مسابقة الشباب فاز بأحسن ممثل، ودخل أيضا مسابقة جمال الممثلين في العالم وفاز بالمرتبة الثالثة، واليوم بالمرتبة الثالثة في مسابقة مجلة نوبيا. يعني خليل إبراهيم جيهان لا زال يسيطر يوميا على القوائم، وهذا دليل على أنه لا زال شابا. كما أيضا أصدقائي، غدا لا تنسوا أنه هو يوم حفل تسليم الجوائز، نتمنى أن يكون خليل إبراهيم جيهان متواجد وأن يستسلم جائزة مجهوده، لأنه يستحق هذه الجائزة كأفضل ممثل لمسابقة ميموزا للإعلام العالمي. ويعادنا إن شاء الله غدا على الساعة 7 لرؤية خليل إبراهيم جيهان وهو يستسلم جائزة الإبداع المستحق. كما أيضا أصدقائي، سوف نتحدث عن تقييمات الأمانة التي دائما لا تتغير ولا تتحسن، وهذا دليل على أن أفضل شريكة هي سيلة تورك أوغلو. أما نانا جعلت المسلسل يغرق تحت الأصفار، ورغم أنه لا ينافس إلا نفسه، ومع ذلك الأصفار تتربع على العرش والتقييمات تنخفض. المهم، حصل في فئة التوتال على 0.79، وفئة إي بي حصل على 0.56، وفي فئة إي بي سي 1 حصل على 0.43. كما أيضا أصدقائي، هناك العديد يسأل هل خليل إبراهيم جيهان لا زال يروج للأمانة رغم انسحابه؟ أكيد أصدقائي، سيظل يروج للأمانة حتى ينتهي عرض الجزء الثالث على القناة 7، لأنه مرتبط بعقد من بين شروطها أن يروج للمسلسل لآخر مشهد لديه. المهم أصدقائي، في آخر الفيديو أريد أن أقول كلمة أختم بها هذا الفيديو. إن سيلة وخليل إبراهيم جيهان هم من صنعوا الأمانة في الجزء الأول والثاني، أما الباقي قد جاءوا ليشاركوا النجاح، وأرادت نانا أن تنجح على ظهرهم، وبصراحة الكل استفاد من هذا النجاح الباهر على ظهر سيلة تورك أوغلو وخليل إبراهيم جيهان، ومن بينهم القناة 7 وشركة الإنتاج والكاتبة، كلهم بدون استثناء. المهم أصدقائي، إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله دائما يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. مع السلامة.